أشاد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية بعلاقات الصداقة عميقة الجذور والراسخة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، والتي تضع البلدين في موقع مثالي لاغتنام الفرص المستقبلية وتمنحها أساسا من الثقة والبناء عليه من أجل مستقبل مشرق. جاء ذلك خلال مشاركة معالي وزير الخارجية في حفل الاستقبال السنوي لجمعية الصداقة البحرينية البريطانية الذي أقيم في قاعة تشرشل بمجلس العموم البريطاني بحضور عدد من نواب البرلمان البريطاني، في مقدمتهم السيد كونور بيرنز رئيس مجموعة أصدقاء مملكة البحرين في البرلمان البريطاني، حيث نقل معالي وزير الخارجية تحيات جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء المقر وسمو ولي العهد وشعب مملكة البحرين لجميع أعضاء جمعية الصداقة البحرينية البريطانية وتمنياتهم لهم بالتوفيق والنجاح. وشدد معالي وزير الخارجية على أن مملكة البحرين وبفضل السياسة الحكيمة لجلالة الملك المفدى تمضي قدما في جميع مجالات التقدم والتطور ومواصلة مسيرة التنمية لتحقيق المزيد من الازدهار والرخاء رغم كل التحديات والتطورات التي تشهدها المنطقة. وأكد معاليه على قوة الصداقة بين الجانبين والتعاون الوثيق والفعال والذي يشهد تطورا مستمرا يعكس مدى اتساع وقيمة العلاقات الثنائية. وعبر معاليه عن خالص شكره وتقديره لجهود جمعية الصداقة البحرينية البريطانية وكافة شركاء وأعضاء الجمعية لدورهم الملموس في توطيد العلاقات بين الجانبين، متمنيا للجمعية مواصلة دورها الكامل في تنمية الصداقة المشتركة بين البلدين. أقامت جمعية الصداقة البحرينية البريطانية حفلها السنوي في العاصمة لندن في رحاب مجلس العموم البريطاني بحضور معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية وأعضاء الجمعية والدبلوماسيين ورجال أعمال ومستثمرين، حفل استقبال سنوي لجمعية الصداقة البحرينية البريطانية الذي أقيم في قاعة تشرشل بمجلس العموم البريطاني بحضور عدد من نواب البرلمان البريطاني، في مقدمتهم السيد كونور بيرنز رئيس مجموعة أصدقاء مملكة البحرين في البرلمان البريطاني، حيث نقل معالي وزير الخارجية تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وشعب مملكة البحرين لجميع أعضاء جمعية الصداقة البحرينية البريطانية وتمنياته لهم بالتقدم والازدهار. اليوم ذكرت للضيوف الكرام هنا في هذا الحفل اللي تقيم جمعية الصداقة البحرينية، ذكرت لهم تقدير وشكر صاحب الجلالة الملك حفظه الله الملك حمد بن عيسى الخليفة وصاحب السمو رئيس الوزراء وصاحب سمو ولي العهد لما يقوم به وما تقوم به هذه الجمعية من دور كبير في توطيد وتعميق العلاقة بين الشعبين الصديقين. هذه العلاقة قديمة جدا، تعود لقرون وتطورت وبنينا عليها مراحل كثيرة ونحن فخورين بها ولا زالت مستمرة وقاعدين نعمقها ونأصلها أكثر، وما هذا الحفل والمشاركين في هذا الحفل. من جانبه عبر رئيس جمعية الصداقة البحرينية البريطانية اللواء بيتر سانكوك عن شكره وامتنانه إلى الجانب البحريني شعبا وحكومة وتقديرهم لمعالي وزير الخارجية ودعم معاليه لكافة أعمال ومبادرات الجمعية، مؤكدين اعتزازهم بما يقومون به من دور من أجل تعزيز العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة في شتى المجالات. وأشار إلى العلاقة الطويلة والخاصة بين المملكتين وعائلتهما الحاكمة بالإضافة إلى الصداقات الوطيدة بين الجاليات في كلا البلدين، وأكد على أهمية الالتزام المتبادل المستمر بتنمية العلاقات بين البلدين. في بريطانيا لدينا جانب آخر من العلاقات المهمة وهي العلاقة الودية بين العائلتين المالكتين، فقد كنت سفيرا بمملكة البحرين أواخر السبعينات وأنا شاهد على قوة العلاقة بيننا. أنا صديقة للبحرين منذ زمن طويل ولا زال عضو بجمعية منذ 20 عاما، ويشرفني الاستمرار بهذه الصداقة العزيزة على قلبي. ومن جانب آخر، ألقى رئيس جمعية الصداقة البحرينية البريطانية بيتر سانكوك الضوء على دور جمعية البحرين في تعزيز العلاقات بين البلدين وتطلعها إلى استمرار النجاح في أنشطتها المختلفة لتقريب البلدين، معربا عن تقديره للحضور ولضيف الشرف معالي الوزير الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة. أظن أنه من الواجب القول أن جميع أعضاء الجمعية منخرطون بها لأنهم عاشوا بالبحرين وأحبوها وتعلقوا بها وأرادوا الإبقاء على علاقتهم بالبحرين وشعبها.
علاقات بحرينية بريطانية قديمة ترسخ لمشاركة وثيقة بين البلدين ونمو التبادل التجاري، مما سيساهم في تواصل العلاقات بين البلدين على جميع المستويات وتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز الأمن والازدهار في المنطقة رغم كل التحديات والتطورات التي تشهدها. مناسبة تأتي في إطار حرص حكومة البحرين على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والحضور الواسع اليوم هو دليل على التطلع إلى استمرارية التعاون بين المملكتين والنجاح في تقريب الشعبين. لتلفزيون مملكة البحرين، حلمي بن سعيد، لندن.